الله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه أو نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجد مفسدتين: المفسدة الأولى اغتراره بنفسه ويحسب أنه على حق، والمسألة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه، لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم.